السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع نهاية دالة وتمرين جديد. إذا لا ليميت ديال جوج ناقص إكس يعني الفالور أبسولي على إكس كاري ناقص أربعة إكس تنفير أ دو بلس. إذا نديرو نجربو التعويض المباشر ونشوفو شنو غادي يعطيني. إذا القيمة المطلقة ديال جوج ناقص جوج، إذا دائما كندير التعويض المباشر، أعطى نتيجة هو هذاك، ما عطاش نتيجة، أعطاني فورم انديغتيميني، داك الساعات كنحاول نشوف نتعامل مع داك الفورم انديغتيميني ونحاول نحيد داك لافورم. إذا جوج ناقص جوج زيرو، وجوج أس اتنان اللي هي ربعة، ربعة ناقص ربعة زيرو، إذا كتسمى فورم انديغتيميني. إذا خصني نغير في التعبير اللي عندي باش نحاول نحصل على فورم ديتيرميني. إذا أول حاجة كنشوف عندي واحد القيمة المطلقة خاصها تحيد. إذا أون إكس، إحنا عندنا إكس تنفيغ أ دو بلوس، يعني إكس أكبر من جوج. إذا شنو كتعني إكس أكبر من جوج؟ عندنا جوج ناقص إكس، إذا إكس غنديها الطرف ديال جوج إيكيفالون. إذا إلا ديت إكس للطرف ديال جوج غتبقى لي زيرو، غيبقى لنا هنا جوج ناقص إكس، إذا جوج ناقص إكس نيجاتيف. إذا دونك لا ليميت كترجع بهذا الشكل هذا، جوج ناقص إكس نيجاتيف شنو كيعني؟ كيعني بأن القيمة المطلقة ديال جوج ناقص إكس، إذا مادام هاد التعبير اللي لداخل سالب فغادي تساوي لنا ناقص جوج ناقص إكس، إذن غتساوي لنا ناقص جوج زائد إكس، إذن ناقص جوج زائد إكس، يعني إكس ناقص إكس ناقص جوج، إت إكس ناقص جوج على إكس كاري ناقص أربعة. إذا لاحظوا معايا كذلك بأن في القيمة في البسط عندي واحد القيمة، عندي واحد المتطابقة هامة، واحد ليدونتيتي غوماركابل، إكس كاري موان كاتر، إذا هاد كاتر يمكن نكتبها على شكل إكس كاري ناقص دو أو كاري. الهدف هو نختزل بإكس ناقص جوج، إذا ليدونتيتي على شكل أ كاري موان بي كاري اللي كتساوي لنا أ موان بي فاكتور دو أ بلوس بي. إذا لا ليميت إكس موان دو، وفي المقام عندنا إكس موان دو إكس بلوس دو، دونك نسامبليفي بإكس موان دو، كيبقى لينا لا ليميت ديال واحد على إكس بلوس دو، كنعوضو واحد جوج زائد جوج، إذا واحد على أربعة. دابا لا ليميت سويفونت بنفس الكيفية، دائما التعويض المباشر. إذا جذر جوج ناقص واحد على ناقص واحد أوكاري ناقص ناقص واحد، دائما نستعمل لاقواس ناقص جوج. إذا جذر جوج ناقص واحد هي جذر واحد، ناقص واحد أوكاري واحد ناقص ناقص زائد ناقص جوج، إذا واحد جوج ناقص جوج زيرو. إذا هنا خصنا نعرف داك الزيرو واش هو زيرو بلس ولا زيرو موان، إذا هو زيرو بلس أو زيرو. إذا باش نعرفو زيرو بلوس ولا زيرو موان، فغادي ندير جدول إشارة إكس كاري موان إكس موان دو، يعني غادي ندير لو طابلو دو سين. إذا باش ندير لو طابلو دو سين شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هاد الترينوم، غادي ندير دلتا. إذا باش نسهل عليا نوضع أ، إذا أ هي واحد، معامل ديال إكس كاري، بي
ناقص واحد والسي موان دو. إذن دلتا بي كاري موان كاتر أ سي. بي كاري هي ناقص واحد أو كاري ناقص أربعة في واحد في ناقص جوج. إذن ناقص واحد أو كاري واحد ناقص في الناقص زائد أربعة في واحد في جوج هي تمنية. إذن تسعود. إذن جذر دلتا كيساوينا جذر تسعود كيساوينا تلاتة. إذن بما أن دلتا راه بوزيتيف فليكواسيون كتقبل جوج ديال الحلول. إذا الحل الأول هو ناقص ب ناقص جذر دلتا على جوج أ. إذا ناقص ب ناقص ناقص واحد، انتبهوا الإشارة ناقص ب يعني ناقص ناقص واحد هي واحد ناقص ثلاثة على جوج في واحد اللي هي جوج. إذا واحد ناقص جوج أو واحد ناقص ثلاثة هي ناقص جوج، ناقص جوج على ناقص جوج ناقص واحد. الحل الثاني ناقص ب زائد الجذر دلتا على جوج أ. إذا نفس العملية ناقص ناقص واحد اللي هي واحد زائد جذر دلتا اللي هو ثلاثة على جوج. إذا واحد زائد ثلاثة أربعة، أربعة على جوج جوج. إذا حلين هما ناقص واحد وجوج، ناقص واحد وجوج. إذا هادشي كلو غادي نحيدو. غادي ندير واحد الجدول فيه لو طابلو دو سين. إذا عندنا ناقص واحد وجوج، وعندنا هنا إكس كاري ناقص إكس ناقص جوج. إذا نديرو حنا عندنا هادي ترينوم. إذا خارج الجدرين كيكون إشارة أ هي واحد موجبة، وداخل الجدرين عكس إشارة أ. إذا حنا عندنا لا ليميت في ناقص واحد بلوس، ناقص واحد بلوس يعني إكس أكبر من ناقص واحد يعني على اليمين. هنا على اليمين ديال ناقص واحد هنا شنو كاين؟ ناقص. يعني هاد ليكسبرسيون كتكون سالبة ملي كتكون إكس كتقول زيرو أو ناقص واحد بلوس. إذا شنو غادي نديرو؟ قلنا غادي نحسبو لا ليميت ديال البسط بوحديتها وديال المقام بوحديتها. جوج زائد إكس في ناقص واحد بلوس، إذا هي الجذر ديال جوج ناقص واحد هي الجذر ديال واحد واحد. إي لا ليميت ديال إكس كاري موان إكس موان دو إذن كتعطينا زيرو موان. دونك لا ليميت ديال ليكسبرسيون كامل إكس كاري موان إكس موان دو كيساوي لنا إذا غيجينا واحد على زيرو موان، واحد على زيرو موان إذا هي موان لانفين. طبقوا قاعدة الإشارة، الموجب السالب سالب. لا ليميت الثالثة لا ليميت ديال إكس جذر إكس ناقص واحد على جذر إكس ناقص واحد. إذا التعويض المباشر، إذا واحد جذر واحد ناقص واحد على جذر واحد ناقص واحد. إذا واحد ناقص واحد صفر، جذر واحد ناقص واحد زيرو. إذا هذا فورم أن ديتيرمين. إذا بما أن في التعبير كاين الجذر فيمكن لي نستعمل المرافق ليكسبرسيون كونجوك. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نستعمل ليكسبرسيون ديال البسط وديال المقام. إذا إكس جذر إكس ناقص واحد. إذا المرافق ديال التعبير هذا حنا بشكل عام المرافق ديال أ ناقص بي هو أ زائد بي. هاد أ ممكن تكون جذر ممكن تكون أي تعبير. إذا غادي نضربو في إكس جذر إكس زائد واحد، ملي كنضرب في البسط كنضرب حتى في المقام. إكس جذر إكس زائد واحد، إذا في الجذر ديال إكس ناقص واحد. إذن كذلك المرافق ديال جذر إكس ناقص واحد هو الجذر ديال إكس ناقص واحد.
جذر ديال إكس ناقص واحد. إذا ضربنا في المرافق ديال جذر إكس ناقص واحد وديال إكس جذر إكس ناقص واحد. إذا نحاولوا نبسطوا هذه الكتابة. إذا فهذه إيدونتيتي روماركابل مكتوبة على شكل أ موان بي بلس بي، إذا تكتب على شكل إكس جذر إكس أو كاري ناقص واحد أو كاري، هادشي كامل كنستعملو هادي، كنديرو الأقواس. إذا مضروبة في الجذر ديال إكس ناقص واحد على إكس جذر إكس زائد واحد. الجذر في الجذر كيعطيني الجذر ديال إكس ناقص واحد أو كاري، هذا أو كاري. إذا نبسطو شي شوية هاد الكتابة. إذا عندنا إكس جذر إكس أو كاري، إكس جذر إكس أو كاري. إذا الكاري كيتفرق على هاد لي نومبغ بجوج، إذا هي إكس كاري في جذر إكس كاري. إذا إكس كاري جذر إكس كاري هي إكس، إذا إكس أس ثلاثة. إذا إكس أس ثلاثة ناقص واحد ضربة في الجذر إكس ناقص واحد، إذا على إكس جذر إكس زائد واحد ضربة. إذا الكاري كيمشي مع الجذر كيبقى لنا إكس ناقص واحد. إذا إكس ناقص إكس أس ثلاثة ناقص واحد، واحد هي واحد أس ثلاثة، يمكن نكتب واحد أس ثلاثة. إذا عندنا إيدونتيتي روماركابل أ ناقص بي عامل أ كاري زائد أ بي زائد بي كاري. إذا غادي نطبقها على هاد التعبير هذا. إذا لا ليميت ديال إكس ناقص واحد عامل إكس كاري زائد، إذا أ بي يعني إكس في واحد اللي هي إكس زائد واحد مربع أي واحد في الجذر ديال إكس ناقص واحد. إذا إكس جذر إكس زائد واحد في إكس ناقص واحد. إذا عندنا واحد الإمكانية ديال الإختزال ونسامبليفي باغ إكس ناقص واحد. إذا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا لا ليميت ديال إكس كاري زائد إكس زائد واحد جذر إكس ناقص واحد على إكس جذر إكس زائد واحد. دابا غادي نديرو التعويض. إذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني لا ليميت. إذا عندنا واحد كاري زائد واحد زائد واحد، واحد كاري زائد واحد زائد واحد في الجذر ديال واحد ناقص واحد، إذا على واحد جذر واحد زائد واحد. إذا ثلاثة جذر واحد ناقص واحد هي صفر، واحد جذر واحد زائد واحد هي جوج. إذا ثلاثة في صفر صفر على جوج أي تساوي صفر.